السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة في متابعة لتطورات تشهدها الساحة السودانية. لم يكن ما حدث الأمس في السودان مفاجئا للجميع نظرا للأزمة المتصاعدة التي تعرفها السودان بين مكوني الحكم الذي بلغ ذروته خلال الأسبوعين الماضيين. هذا الاحتراب أو هذا التخوف من الاحتراب كان منذرا منه منذ مدة، أيضا المكون العسكري والمكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي تسابق في حشد المواكب وتنظيم الاعتصامات. انقلاب الأمس يبدو فريدا من نوعه وحالته ومقدماته والسياق الذي يأتي فيه. ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاهه أيضا تحتاج إلى تحليل. ربما النتائج ومقارنة بالانقلابات ومحاولات الانقلاب السابقة في الخبرة السودانية بصفة خاصة والإفريقية بصفة عامة تعطي لهذا الانقلاب في السودان طابعا خاصا. الساعات الأخيرة حملت تصريحات لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحفي. البرهان قال: اتفقنا مع الشعب السوداني عندما حضر إلى القيادة العامة على شعارات العدالة والحرية والمساواة. هذا بيعني ما أصبح متعارف عنه الآن بالتفويض، وكأن البرهان كان يبحث عن تفويض شعبي. كذلك قال: قدمنا كل ما يمكن من تنازل لتحقيق أمنيات الشعب السوداني بحكومة مدنية. الفترة الانتقالية مرت بكل تجاذباتها إلى أن وصلت إلى أمور استدعت التوقف أكثر من مرة مع رئيس الوزراء. البرهان قال كذلك أن المحاصصة أدخلت السودان في مرحلة تشظن سياسي حسب تعبيره. قال كذلك: تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من مجموعة معينة وتم إقصاء الآخرين بما فيها القوات المسلحة. وتم كذلك يعتبر بأن مجموعة في قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب القوى الأخرى. وأضاف: شعرنا بوجود عداء واستهداف للمؤسسة العسكرية. وقال كذلك: الأسبوع الأخير شهد هجوما على القوات المسلحة وتحريضا عليها. وقال كذلك: هنالك من تحدث بعنصرية بغيضة كانت تهدف لاقتياد البلد لحرب أهلية وتفتيت وحدته. ممكن هنا في إشارة إلى الأزمات في الأقاليم السودانية. الانقسام السياسي الذي شهدته المرحلة الماضية كان يهدد أمن البلاد وسلامته، هكذا صرح البرهان في مؤتمر الصحفي منذ ساعات. وقال كذلك: شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي، وكانت هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة. على كل كثير من الأفكار والتصريحات وردت في هذا المؤتمر الصحفي، سنعود لها بالتفصيل. نذهب إلى هذا التقرير ثم نواصل النقاش حول آخر مستجدات الساحة السودانية وأيضا المواقف الدولية والإقليمية منه. نتابع التقرير. اتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة. ظل ثورة وشبح انقلاب والشارع سجال في السودان. هناك حيث السردية العربية عامة والسودانية خاصة تعيد إنتاج نفسها. عسكر يستبدون بالسلطة دون غيرهم في لعبة الإقصاء التي لا تنتهي. يقول رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إن حله لمجلس السيادة ومجلس الوزراء وتعليق بعض مقتضيات الدستور، كل هذا ما هو إلا تصحيح لمسار الثورة، وكأن طريقها كانت متعثرة فقومها بإجراءاته. أما المدنيون الذين انقسموا شيعا فاستفاقوا على صدمة الحسم العسكري منددين بما يرونه انقلابا مكتمل الأركان، فالثورة ومسارها كانت ماضية في طريقها متجهة لمسلكها الصحيح قبل أن يعنقله العسكريون بغطاء جزء من المدنيين. تفاصيل ما حدث ويحدث في السودان خبرها المواطن العربي في أكثر من قطر. انقسامات في صفوف القوى المدنية، توجس وريبة بين من كانوا بالأمس القريب شركاء الثورة، تستحيل لمحاولات إقصاء من المشهد، فمنافسة في الشارع. وسط كل هذا يراقب العسكريون وما أن تنضج شروط الانقسام حتى يتدخلون في صورة الخائف على استقرار البلد وأمنه.
يعرف المدنيون الآن أن لا سند لهم ولا ظهير سوى الشارع إنهم تصالحوا معه. أوحدوا الصف أمام عسكريين يسقون بالسلاح ومنعة الرصاص. لقد تابعتم الأحداث الأخيرة في البلاد. فلا شيء يوحد هؤلاء سوى مطلب الدولة المدنية، وهذا مطلب عزيز في عالم عربي لا تزيده الأيام سوى بعدا عن الديمقراطية ودولة المؤسسات. الشعب شعب أقوى والردة مستعينة. لولا أن زخم الشارع قد يخفت مع الوقت وقد يترجع بفرض الأمر الواقع، والحاجة ملحة لمن يقود الحراك من جديد، من يعتبر من أخطاء عامين بعد الثورة، من يقدر على جمع السودانيين على كلمة سواء وتحت مظلة الديمقراطيين والتوافق للإقصاء. إنه اختبار جديد للسودانيين وامتحان عسير، ولأجله قد تدفع الأثمان الباهظة. الحديث حول هذا التطور تشهد الساحة السودانية وخاصة التصريحات الأخيرة للبرهان وكذلك المواقف الدولية معنا عبر سكايب دكتور وائل عبدة نقيب سابق للطباء السوداني بأيرلندا. دكتور وائل أهلا بك. مرحبا، مساء الخير عليكم على مشاهدي قناة الحوار. دكتور، إذن الآن بدأت تتضح معالم المرحلة قل معالم الحينية، يبدو بأن البرهان يعني متمترس وراء جملة من الحجاج أوردها في مؤتمره الصحفي منذ ساعات، وأهم ممكن ما جاء فيه عندما قال البلد في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك، وأيضا في إشارة إلى دور المؤسسة العسكرية في ذلك. هل فعلا حسب هذا التوصيف السودان كان في حاجة لتدخل العسكر؟ على الإطلاق أعتقد أن معظم النقاط الواردة في خطاب البرهان وفي تقديري كان خطابا مترنحا. بدأ هذا الرجل، هذا الجنرال في بزته العسكرية، بالرغم أنه مزهوم بنفسه وبرتبته العسكرية، لكن بدأ شاحبا باهتا مترددا ومترنحا في تصريحاته. سوف أأتي إلى ذلك في حين آخر، ولكن برد على سؤالك، لا أعتقد أن الأزمات المفتعلة سواء كانت الاقتصادية أو الإثنية أو الاجتماعية أو التفلتات الأمنية التي كانت في السودان كلها كانت أزمات مصطنعة، كانت شريك فيها، شريك في صناعتها قيادات المؤسسة العسكرية على رأسهم البرهان وحميدتي رئيس أو قائد الدعم السريع. فأعتقد أنها كلها فريات. الخطاب نفسه مكرر، خطاب مكرر من خطاب البرهان في 4 يونيو صبيحة فض الاعتصام ومجزرة فض الاعتصام، عندما تنصل من كل المواثيق والعهود التي أبرمها مع المدنيين الذين شاركوه على مضض في هذه الفترة الانتقالية، ولكن مرة أخرى نكص عن عهوده ومواثيقه مع المدنيين في هذا الانتقال السلمي. أعتقد أنها كلها فريات مردود عليها، معظمها أكاذيب. الرجل لا يعرف أن ترنح بين وصف الدكتور عبد الله حمدوك دولة رئيس الوزراء تارة برئيس الوزراء وتارة بمواطن، شكره تارة وانتقده تارة أخرى. أعتقد أن هذا الخطاب لا الشعب السوداني ليس له من هذا الخطاب من شيء، قد قال كلمته منذ الساعات الأولى من صباح الأمس أنه رافض لهذا الانقلاب أيا كانت الشخوص والأسماء والمفردات التي تقف خلفها، وهو ماض في طريق استرداد هذه الديمقراطية وهذا الانتقال السياسي. دكتور وائل بعد إذنك، ولكن هناك شريحة من الشعب السوداني ذهبت أمام القيادة العامة وطالبت المكون العسكري بالتدخل، وهذا تقريبا المشهد فريد من نوعه وممكن يحصل لأول مرة في تاريخ الانقلابات في السودان وتاريخ حافل بالانقلابات، لأول مرة ممكن يحصل هذا يعني طلب يعني التفويض وطلب التفويض من العسكر للتدخل. وفي حقيقة الأمر هو ليس طلب بالفريد، يعني في المنطقة الإقليمية وبدون تسمية دول كان هنالك تفويض، ولكن حتى التفويض هو سماها عبد الفتاح البرهان أشار إليها أمس عندما شكر الجيران. نعم، ولكن حتى ذلك التفويض يمكنك بقليل من التمحيص وقليل من المراقبة أن تقارن بين الحشود التي استطاعت تلك الجارة في 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 قبل أعوام ليست بالكثيرة، وبين الحشود التي
في اعتقادي وفي كل تقديرات المراقبين والمحللين أنها كانت حشود مصنوعة ومصطنعة تم تمويلها من قيادات الجيش والمؤسسة العسكرية والدعم السريع. لا يمكن تسمية هذه بالحشود، لا يمكن تسمية هذه بالرأي الآخر، لا يمكن تسميتها حتى بأنها من المدنيين، لأنها كلها كانت فصائل كانت تحارب يوما من الأيام المؤسسة العسكرية نفسها. الحشود إذا إن كانت جاز التعبير، الحشود في التعريف المعرف هي الحشود التي خرجت في 21 أكتوبر كل المدنيين على اختلاف مشاربهم وأهوائهم وتوجهاتهم السياسية والإثنية، خرجوا في مواكب مليونية في مدن السودان المختلفة. تلك هي الحشود التي نعرفها ويعرفها الشارع السوداني. أما أولئك الذين مولوا من القيادة، قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع، وأتي بهم في عربات وجلب لهم المال والطعام، لا أعتقد أنه يمكن أن يوصفوا بأنهم حشود، ولا أعتقد أنهم كانوا جزءا في الأساس من إعلان الحرية والتغيير لكي يكونوا محسوبين على المكون المدني. دكتور، كان في أولا في إشارة إلى الحضور الإعلامي للبرهان أمس، كان هناك بيان، اليوم هناك مؤتمر صحفي، حضور مكثف، وهذا دليل ممكن على دور متقدم للبرهان، أولا ظهور إعلامي وأيضا سياسي وأيضا في قيادة هذا الحراك، ثم أيضا هناك ضرورة تلح على البرهان أن يكون متواجدا في الإعلام، ممكن هناك إشكال فعلا بينه حتى داخل مكون العسكري، ولكن البرهان أشار إلى مسألة مهمة جدا في المؤتمر الصحفي، إلى الأحزاب، أشار إلى أمس في البيان، ثم اليوم يقول أن خلال الفترة الماضية عملت أحزاب على تعزيز مصالحها الشخصية على حساب البلد. لماذا هذا الاستهداف للأحزاب في أكثر من مناسبة الأمس واليوم؟ هذه اسطوانة مشروخة جربناها كثيرا، وجربتها دول كثيرة. عندما تأتي ديكتاتوريات وشموليات، يجب في بدء الأمر أن تنال مما تنال من الأحزاب والمكونات السياسية. لا توجد شريحة اجتماعية أو وطنية في أي بلد من أي كان ذلك تلك الدولة بدون مكونات أحزاب سياسية وقوى سياسية أيا كانت تلك القوة. فأنا أعتقد أن النيل منها واسترخاصها ومحاولة انتقادها والتشكيك في وطنيتها وفي أجنداتها، أعتقد ما هي إلا إسطوانة مشروخة مكررة ومعادة اعتدناها كثيرا في السودان. يكاد يكون هذا البيان أو المؤتمر الصحفي في ظهر هذا اليوم مكرر من بيان عمر البشير في 30 يونيو. طيب دكتور وائل، دعني أتفاعل معك في هذه النقطة، بعيدا عن التشكيك في الوطنية، ولكن هذه الأحزاب يجب أن ننسب نوعا ما عندما ننظر للمكون المدني الذي كان مشاركا في مجلس السيادة. هذا المكون المدني كان فيه اختلافات، كان فيه أجندات أيضا، البعض حتى مرتبط بأجندات إقليمية ودولية، كان فيه التطبيع، كان فيه كثير من الممارسات التي هي تقول لا، هذا ليس سوداني، هذا ليس وطني سوداني. بطبيعة الحال المكون المدني الذي قاد الحراك في ديسمبر من عام 2018 ووقع على إعلان الحرية والتغيير في يناير هو تحالف عريض من مكونات كبيرة جدا جدا تنضوي تحت طياتها عديد من الأحزاب والقوى السياسية والقوى المدنية. فبطبيعة الحال وفي ما هو معروف في علم الاجتماع أن يكون هنالك اختلاف وتباين في وجهات النظر وفي التقديرات السياسية. على سبيل المثال، عندما وقعت الوثيقة الدستورية، الجبهة الوطنية العريضة والحزب الشيوعي السوداني إلى جانب قوى سياسية أخرى أبدت تحفظها على توقيع الوثيقة الدستورية التي بموجبها شارك المدنيون العسكر في هذه الفترة الانتقالية، فكلها تقديرات سياسية. لكن حتى الحزب الشيوعي السوداني والجبهة الوطنية العريضة لم تختلف في مجمل التقديرات السياسية الأخرى في أنهم داعمين للفترة الانتقالية. والدليل على ذلك أن كل الفئات الوطنية، القوى الوطنية والقوى المدنية وقوى الحراك الشعبي، خرجت جميعا يدا بيد، كتفا بكتف في يناير، في أكتوبر، في 21 أكتوبر احتفالا بذكرى هذه الثورة المجيدة، معلنينها داوية للدكتور عبد الله حمدوك دولة رئيس الوزراء المختطف حاليا داخل القيادة العامة لقيادة الشعب المسلحة، أنهم يريدون استكمال مطلوبات وهياكل الفترة الانتقالية والسلطة الانتقالية. فأعتقد أن تبرير مسألة أن المكونات السياسية مختلفة، هذه طبيعة الحياة وهذه سنة السياسة.
الغير طبيعي، الغير طبيعي أن يوصف هؤلاء المدنيون على اختلاف مشاربهم بأنهم مرتهنون للخارج، في حين أن الفريق البرهان نفسه لديه زيارات معلنة وسرية لدول عربية في الإقليم المتاخم والإقليم القريب والمحيط، ومنها ما يشير إلى أنه هو أكثر الأطراف في العملية الانتقالية، في هذه العملية الانتقال السلمي في السودان، ارتهانا للخارج في تقديري. طيب دكتور وائل، في مؤتمر البرهان الحقيقة كان في إشارتين لمفردة غريبة نوعا ما، عندما يتحدث عن العنصرية قال هنالك من تحدث بعنصرية بغيضة كانت تهدف لاقتياد البلد لحرب أهلية وتفتيت وحدادي، وقال كذلك كنا نرى الفتنة والعنصرية الجهوية بأعيننا، ووزير في حكومة الثورة دعا القوات المسلحة للتمرد. ماذا هو المقصود هنا بالعنصرية؟ هل هذا في علاقة بالأقاليم، بأزمة شرق السودان؟ ماذا أراد أن يقول البرهان، ولماذا استدعى هذه المفردة أساسا؟ طبعا هو توظيف سياسي، توظيف سياسي من البرهان لمحاولة نعت القوى السياسية ومكونات الحكومة المدنية والجهاز التنفيذي بما ليس فيهم. يعني أزمة الشرق تحديدا هي أزمة مفتعلة، إن كنت تابعت في الأنباء الواردة من إقليم الشرق في 24 ساعة الماضية قد أبدت ارتياحا تلك الفئة التي قامت بافتعال أزمة الشرق، من عدد معين من نظار مرتبطين ارتباطات تنظيمية وارتباطات تنظيمية وثيقة بالنظام البائد، نظام 30 من يونيو، أبدوا ترحيبا كبيرا بخطوة البرهان. تلك الأزمة في الشرق، إغلاق الميناء وإغلاق الطرق ومحاولة خنق الحكومة اقتصاديا، أعتقد المتسبب الوحيد في أي صراع جهوي أو إثني في السودان مما يحدث فتنة هو قيادات المكون العسكري في السودان، ليس المكون المدني. المكون المدني زار الإقليم وزار أقاليم أخرى في عدة مرات، نقيضا لما قاله البرهان أنه لم يرى أي من السياسيين يذهبون إلى الأقاليم. أعتقد هذه فرية وكذب مردود عليه. عذرا نسيت الجزء الثاني من السؤال. أنا يعني لماذا استحضر مسألة العنصرية، لماذا استدعى هذه المفردة الآن؟ يعني نوعا ما هي غريبة عن معجم المصطلحات المفردة يستعملها قائد جيش سوداني. كما ذكرت، هذا توظيف سياسي لمحاولة النيل من القوى السياسية ومحاولة إضعافها أمام الرأي العام وأمام القنوات الفضائية من أجل تبرير موقفه. أعتقد هو موقفه يعني ركيك وباهت، وكل هذه النعوت التي وصف بها القوى السياسية على اختلافنا معهم. الشعب السوداني في تقديري حتى في وجود الأزمات الاقتصادية والانفلات الأمني وما عاناه في الفترة الماضية من ضغف من شغف العيش، إلا أنهم استطاعوا الصبر على هذا الجهاز التنفيذي بكل علاته. لم يرضوا بالوثيقة الدستورية، وكان قطاع كبير من الشعب السوداني لديه تحفظات جذرية على مسألة الشراكة مع العسكر، لأن جزء منهم كان جزءا لا يتجزأ من المنظومة الأمنية التي كانت تدعم عمر البشير. لكن على الرغم من ذلك، توقهم للحرية وتوقهم للكرامة ومسألة الانتقال السلمي كانت تطغى على كل شيء، والدليل على ذلك أنهم صبروا على كل تلك الأزمات الاقتصادية رغبة منهم في مواصلة هذه المسيرة حتى تصل إلى منتهاها، وهي مدنية الدولة السودانية. طيب الإشارة إلى خطاب البرهان اليوم أيضا المؤتمر الصحفي، هو أشار إلى أن هنالك كان تململ من الجيش، وأعتقد هذه إشارة مهمة جدا أن تلتقطها وكالات الأنباء والصحف. طيب والقنوات. دكتور وائل، سأعود هذه النقطة، تبقى معنا لو سمحت. دكتور وائل معنا عبر الهاتف، دكتور معاذ سامي الباحث والأكاديمي السوداني. دكتور معاذ أهلا بك. تحية طيبة ومساء الخير عليكم وعلى ضيفك الكريم في الاستوديو. دائما الحديث عن المكون المدني الذي تم استهدافه من المكون العسكري، وهذا الانقلاب هو في آخر الأمر ضرب لمدنية الدولة في السودان، ولكن أيضا من المؤخذات عن المكون المدني بأنه وفر البيئة والمناخ لهذا التحرك للجيش السوداني، حيث أن الفترة مدة سنتين تقريبا كان المكون المدني يحتفي بالتشفي بحكم البشير وما كان يساند البشير ويدعم البشير، الحركة الإسلامية وغيره،
من الأطراف كانت تدعم البشير، في حين لم يهتم ولم يوفر نفس التركيز على مشاكل السودانيين اليومية، المشاكل المعيشية والمشاكل السياسية والاقتصادية. بداية أتفق وأميل تماما إلى ما تفضلت به في سؤالك. نعم، الحاضنة السياسية أو المكون المدني الذي ساهم في الحكومة الانتقالية هو يتحمل جزء مهم من ما وصل إليه الحال حاليا في السودان، ولكن أيضا لا نستطيع القول أن خيار التدخل العسكري في الحياة السياسية هو الخيار الأنسب لإدارة شؤون البلاد. فكما تعلمون أن السودان منذ استقلاله في عام 1956 تناوب على حكمه العديد من الأنظمة العسكرية، ولا يخفى على أحد حجم التدهور، حجم السوء الذي وصلت إليه البلاد. الحكومة المدنية التي أدارت شؤون السودان خلال العامين الماضيين على ما فيها من قصور ومن عيوب ومن تشوهات حتى إذا صح التعبير، إلا أنها استطاعت أن تقدم شيئا يحتسب لها، فاستطاعت خلال عامين أن تخرج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، استطاعت أن تحرز تقدم واضح وملحوظ في ملف الديون الخارجية، على الرغم من أن شرق السودان كان مغلقا، أن هناك توترات سياسية موجودة داخل البلد، إلا أن الدولار ظل مستقرا، وهذا يشير إلى أن هناك إصلاحات حقيقية هيكلية موجودة في الاقتصاد السوداني. الإشكالية كانت أن الشعب لا يستطيع أن يلتمس هذه الإصلاحات في حياته اليومية، يعني يواجه صعوبة في الحصول على قوت يومه، يواجه صعوبة في التنقل، يواجه صعوبة في شراء حاجياته ربما حتى تكون الأساسية. بالإضافة إلى أن النخبة السياسية في السودان يعني البعض منها منتفع، البعض منها لا يمتلك حسنا وطنيا، البعض منها مسير، البعض منها غير عالم بتفاصيل الأمور. كل هذه الأمور جعلت هناك أزمة سياسية. نعم، هي هيئت المناخ التدخل العسكر، لكن العسكر في حقيقة الأمر هم لا يحتاجون إلى 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 سبب حقيقي للتدخل إذا ما أرادوا التدخل في الحياة السودانية، ولكن تاريخيا العسكر لا يقومون في السودان بانقلاب عسكري ما لم تكن هناك حاضنة سياسية حقيقية تقف وراء هذا الانقلاب. فعلى سبيل المثال انقلاب عام 1989 وهو الانقلاب الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة كان مدعوما من قبل الإسلاميين. الانقلاب الذي أتى بجعفر النميري كان مدعوما في بدايته من أحزاب، ومن ثم انقلبوا عليه وانقلب عليهم بعدها. الشاهد أن التحرك العسكري يجب أن تكون هناك حاضنة سياسية خلفه. الآن المجلس العسكري في السودان أو الانقلاب العسكري أو القائمين على هذا الانقلاب لم يكن حريص جدا على أن أميز ما بين الانقلابين وما بين المؤسسة العسكرية كمؤسسة عسكرية. القائمين على الانقلاب الآن يبحثون على حاضنة سياسية تستطيع أن تتبنى هذا الانقلاب، وهذا هو السبب الأساسي في أنهم قاموا بتأسيس ما يسمى بقوى الحرية والتغيير 2. طيب أستاذ معاذ، قبل أن نصل إلى قوى الحرية والتغيير 2 والاختلاف الحاصل داخل قوى الحرية والتغيير، أولا نرحب بضيفنا في الاستوديو التحق بنا الآن أستاذ معاذ حميدي، عفوا أستاذ مازن حميدي المحلل السياسي، وأيضا معنا عبر سكايب دكتور وائل. أنا فقط توقفت معك في نقطة التململ داخل المؤسسة العسكرية،
تبقى معنا دكتور معاذ، وسأعود إليك، ولكن في نقطة التململ داخل المؤسسة العسكرية دكتور وائل، هل يعني هنا إشارة بأن أيضا المكون العسكري أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، في هناك اختلاف حتى داخل المكون العسكري، وأيضا كانت هناك دفع من أطراف داخل المكون العسكري من أجل الذهاب إلى هذه الخطوة، هل هذا في إشارة إلى يعني بعض المتنفذين داخل المؤسسة العسكرية الذين هم لا يرغبون مهما كانت الظروف أن يكون هناك طرف مدني للحكم في السودان؟ بطبيعة الحال هنالك داخل المؤسسة العسكرية من هم يدعمون الانتقال السلمي الديمقراطي، ومنهم من لديه نزعات انقلابية، نزعات شمولية، نزعات دكتاتورية، وإن ادعى غير ذلك. الإشارة التي قالها البرهان في مؤتمر الصحفي ظهر اليوم، لا أعلم أنها كانت زلة لسان أم كان يتعمدها، عندما قال أن هنالك ضباط وكان تململ في الجيش، وكنا نخشى أن تلعثم قليلا، ولكن يبدو أنه كان يخشى أن يقوم أحد الضباط من الرتب الوسيطة والرتب الأخرى بالانقلاب عليه أو تغيير واجهة القيادة العسكرية، قيادة المؤسسة العسكرية. فيبدو أن الجيش وكما تعلم هنالك عديد من الجيوش داخل جيش السودان، هنالك الدعم السريع، هنالك قوات عسكرية تابعة للحركات المسلحة التي أمضت أو وقعت على اتفاق السلام في جوبا، فلا يوجد في السودان جيش مهني واحد. فبطبيعة الحال يبدو أن البرهان قد قام بخطوة استباقية خوفا على أن يذهب هو إن لم يقم بهذه الخطوة. أيضا يجب الإشارة إلى أن المكون العسكري نفسه في مرات عديدة أبدأ امتعاضه من الوثيقة الدستورية، وأود في هذه السانحة أن أؤكد على أن البرهان في خطابه بالأمس قد ألغى العمل بالوثيقة الدستورية، رغم ما كرره مرارا وتكرارا في مؤتمر الصحفي اليوم بأنه ألغى بنودا فيها أو جمد بنودا فيها. الواقع السياسي اليوم يقول غير ذلك، لا توجد وثيقة دستورية، لا توجد فترة انتقالية، لا يوجد انتقال ديمقراطي، الشعب السوداني خرج في الشوارع منذ الأمس رافضا لهذه الخطوة، لن يكون هنالك عودة للوثيقة الدستورية مرة أخرى، تم تصفير العداد كما يقولون، الشعب السوداني في هذه الانطلاقة في انطلاقة ثورته من جديد سيبحث عن مدنية كاملة الدسم، مدنية ليس فيها شراكة مع عسكريين. طيب تبقى معنا دكتور وائل، وأجد الترحيب بضيفنا في الأستوديو أستاذ مازن حميدي المحلل السياسي. أستاذ مازن، مزاج الشارع السوداني الآن بعد أكثر من 24 ساعة من الانقلاب؟ يعني لا جديد يذكر مزاج الشارع السوداني حتى تاريخ هذه اللحظة. طب نعم، توجد حالة من الارتباك قد تبدو خارجية تسود المشهد، ولكن الشارع السوداني يعني ما زال عند رؤيته وما زال عند هدفه. يعني الآن نحن أمام مشهد واضح جدا يتصدره انقلاب عسكري فرض يحاول أن يفرض نفسه على أرض الواقع، والشارع السوداني ما زال يمني نفسه بمدنية. يعني والشارع السوداني متمسك بهذا الشعار وما زال يعني يطلب ويسعى لكي يؤسس دولته المدنية. أنا ولكن هناك الآن من يقول بأن هناك أكثر من شارع في السودان. هذا الشيء يعني هذا نحن إذا يعني عدنا إلى 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 ترتيب أحداث السيناريو الذي قيد إليه الآن الواقع الماثل أمامنا، يعني سأؤمن على هذه النقطة التي ذكرتها الآن، يعني نقطة أنه يقال أو 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 يتراءى أن هناك الآن انقسام في الشارع السوداني، وهذه حبكة يعني سعى إليها المجلس العسكري خلال الفترة السابقة. يعني تحدثنا في هذا الموضوع من قبل، ولكن يعني نعيد أن 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 المجلس العسكري حاول في الفترة السابقة حشد بضع مئات، وهذا أمر يعني مقتور عليه وأمر سهل يعني، وتم يعني التأطير وإخراج سيناريو لوجود بعض هؤلاء المئات أمام القيادة وإبداءهم للرأي العام بأن هناك الآن مناصرين ولكن يعني لكل يعني متمعن ولكل متأمل في حال واقع الشارع السوداني يعلم تماما أن 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 الحقيقة غير ذلك، وأن الشارع السوداني يعني أنت عندما تذهب إلى واقع الشارع السوداني وتعايش الواقع في الشارع السوداني ستجد أن هناك رفض شبه عام، هناك رفض يعني شبه متفق
عليه من قبل السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني على رفض العسكر وعلى عدم التقبل العسكر وعلى عدم يعني السماح للعسكر بأن يكونوا على تمليكهم زمام إمار قيادة هذه الدولة في هذا الوقت. طيب نعود مع الدكتور معاذ سامي الباحث والأكاديمي السوداني معنا عبر الهاتف. هناك الآن توجه يبدو دولي لاعتماد توصيف ما وقع في السودان بأنه انقلاب، خاصة من الجانب الأمريكي، أنه إذا اعتبر أن ذلك انقلاب وتم تهديد حتى بشكل مباشر أنه ستوقف المساعدات العسكرية للسودان، هذا التوصيف يجعل الحكم الحالي حكم البرهان والمجلس العسكري في السودان هو سيدفع بكل السودان إلى نفق حقيقي إذا تم اعتماد هذا التوصيف سياسيا وقانونيا بأنه انقلاب. في تقديرك، هل تقدر النخبة الحاكمة الآن العسكرية في السودان على تجاوز هذه العقبة مع حلفائها الإقليميين، أم هي ستجد نفسها أمام نفق مسدود وبالتالي هي ستضطر إلى التراجع؟ لعلي يجب علي أن أوضح بعض النقاط المهمة في الإجابة على هذا السؤال. قبل الانقلاب بيوم اجتمع الرئيس البرهان مع رئيس الوزراء مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، وفي صباح الليلة التي تليها قام البرهان بانقلابه. وهنا ما يطرح سؤال مهم، ما هو دور الغرب وما هو دور الولايات المتحدة الأمريكية في الأحداث التي تحدث حاليا في السودان؟ هل حصل البرهان على ضوء أخضر من واشنطن للقيام بهذه الخطوة، أم أن الرجل يلقي بنفسه في التهلكة ويقوم بالانتحار سياسيا في السودان؟ الإجابة على هذا السؤال أنا في تصوري الشارع السوداني والثوار السودانيين لا يلقون آمالا كبيرة أو لا يعلقون آمالا كبيرة على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي كان منذ أول لحظة واضحا في توصيف ما حصل بأنه انقلاب عسكري. فاتت العديد من الردود الواضحة والصريحة من العديد من القوى والدول المهمة والمنظمات الفاعلة بأن ما يحدث في السودان هو مرفوض، وندعو بالعودة والتمسك بوثيقة دستورية وإطلاق سراح رئيس الوزراء المعتقل ووزرائه. فالمجتمع الدولي كان واضحا في هذه النقطة، لكن النقطة المهمة والتي ستكون هي المحورية وهي الفاصلة، هل سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه السلطة؟ يعني هل سيتعامل وسيقبل التعامل معها حتى وإن كان في الخفاء؟ هذا هو التحدي المهم، خصوصا أن هناك أنباء كثيرة تتردد على أن أعضاء أو فاعلين في الدعم السريع قاموا بزيارة تل أبيب قبل أسبوع من الانقلاب. هناك أيضا أصابع تشير إلى تدخل قوى إقليمية أو وقوف قوى إقليمية فاعلة في المنطقة خلف هذا الانقلاب. فإذا استطاعت هذه القوى إقناع الغرب بالتعامل مع هذه الحكومة الانقلابية على أنها واقع وعلى أنها هي التي ستستطيع أن تدير دفة الأمور في السودان، عندها فعلا سيكون الوضع جدا أكثر تعقيدا على الأرض في السودان. ولكن الفيصل والنقطة المهمة هنا هو قبول الشارع السوداني من عدمه. طالما كان الشارع السوداني مستمسكا بنظاره ومستمرا في احتجازه وتظاهره سلميا لرفض هذا الانقلاب، عندها المجتمع الدولي لن يستطيع أن يفعل شيء لدعم حكومة البرهان. على كل هو دكتور معاذ سيبقى أو عفوا ستبقى هذه الفرضية برسم الأيام القادمة وممكن حتى الساعات القادمة مدى قدرة وصلابة الشارع السوداني، وقلنا هناك أكثر من شارع ولكن على الأقل الشارع الرافض لهذا الانقلاب قدرته على الصمود والمقاومة وإثبات أمام العالم بأن ما يقوم به البرهان الآن هو خطر على السودان والسودانيين. على كل أشكرك دكتور معاذ سامي الباحث والأكاديمي السوداني كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إلى ضيفنا الدكتور وائل عبد النقيب السابق للطباء السودانيين في أيرلندا معنا عبر سكايب. وأختم معك دكتور بما صرح به البرهان في هذا المؤتمر الصحفي عندما قال
الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات مدنية ولن تشمل أحزاب سياسية. هل أصبحت الأحزاب في عهد البرهان أو في المرحلة الانتقالية هي في فعل الماضي سياسيا وأيضا حتى المستوى الوجود الجماهيري؟ والله لا 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 أعتقد أن البرهان لديه الكفاءة ولا الأهلية ولا القدرة ولا السلطة ولا النفوذ أنه لتكوين حكومة كفاءات. من يريد حكومة كفاءات لا يقطع الإنترنت، من يريد حكومة مدنية لا يقتل، من يريد حكومة تكنوقراط لا يسحل المواطنين في الشوارع، من يريد انتقال سلمي ديمقراطي لا يعتقل القيادات السياسية ويضع رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية. كل نوايا العسكر تحديدا البرهان وحميدتيه القيادات المؤسسة العسكرية والدعم السريع هم الآن مسؤولون مسؤولية جنائية مباشرة عن كل الضحايا الذين سقطوا خلال 24 ساعة الماضية. لا أعتقد أن لديهم الأهلية ولا الكفاءة، ولا أعتقد أن الشعب يثق فيهم. أتفق مع حديث الزميل السابق في مداخلته أن الشعب السوداني لن يلقي بالا كما لم يلقي بالا من قبل لدور المحاور والإقليم والدعم الخارجي. ثورته قامت سلميته أوصلتها الأيادي السودانية، أيادي الشباب والشابات السودانيين والسودانيات إلى منتهاها حتى وصلت إلى إسقاط البشير، وستوصلها بإذن الله حتى يسقط البرهان ومن معه من زبانيته ويرى السودانيين حلمهم في إقامة الدولة المدنية يوما ما. أحب أن أذكرك وأذكر السادة المشاهدين أن البرهان قام بنفس تلك الأفعال صبيحة مجزرة فضل الاعتصام يوم الثالث من يونيو عام 2019، وقطع الإنترنت وقطع الاتصال، واتاحت ميليشيات الدعم السريع القرى والمدن والحضر والأرياف ترهيبا ورعبا للشعب السوداني. اغتصبوا وسحلوا وقتلوا الشعب السوداني أمام مباني القيادة العامة للقوات الشعب المسلح، واستطاع الشعب السوداني المصادم المعلم والمقاوم الذي يمتلك زمام أمره بأدوات سلمية في 30 من يونيو أن يخرج بدون إنترنت، بدون حرية حركة، بدون اتصال، وسط المجازر ووسط التنكيل، واستطاع أن يجبر المجلس العسكري لانتقالي آنذاك للعودة إلى طاولة الحوار. أعتقد أن الشعب السوداني قادر. كل تلك الفريات التي تصدرت المشهد اليوم في المؤتمر الصحفي للبرهان لن تنطلع على الشعب السوداني، مصيره هو مصير البشير. دكتور وائل، أنت تقريبا تلتقي مع دكتور معاذ حول أن الشعب السوداني سيكون هو الرقم الحاسم فيما يقع الآن في السودان. أشكرك دكتور وائل عبد النقيب السابق لأطباء السودانيين في أيرلندا، شكرا لك، كنت معنا عبر سكايب. وعود الأستاذ مازن، إذا تقريبا هناك إجماع بأن من سيحسم الآن المعركة هو الشعب السوداني، ولكن هل فعلا، نعود إلى جوهر ما يقع الآن، هل فعلا الشعب السوداني أو الشارع السوداني، هذا الشارع الرافض، له القدرة من الصلابة والمقاومة أن يصمد أمام هذا الانقلاب؟ هل له القدرة على يجعل الانقلاب يتراجع وأن يعود حمدوك إلى السلطة التنفيذية، أم في آخر الأمر هو ممكن أيضا ستلعب السلطة أو سيلعب المجلس العسكري على عامل الوقت والتفتيت وافتصاص الصدمة؟ يعني نحن حتى نجاوب على مثل ما هكذا نوع من الأسئلة، يعني هي يعني الإجابات في 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 تحديدا في سؤالك هذا هي بعيدة تماما عن التوقعات والنبوءات. هو سؤال انطلق من تحقيق أمر واقع، لأنه نعم. ما حصل في السنتين، لا أنا أتحدث أنا أتحدث عن رؤية الإجابة. أريد الإشارة إلى جزئية مهمة. أنا أريد لأنه هذا حصل منذ سنتين، الشارع كان رافض وجود العسكر، يعني ولكن في آخر الأمر العسكر، يعني بالعودة إلى التاريخ القريب وحتى التاريخ البعيد نعم. ستجد إجابتنا واضحة وصريحة وجلية. يعني وساذج، يعني ساذج هو كل من يتخيل أنه يعني يستطيع أن يطوي هذا الشعب عندما يصل إلى مرحلة معينة. الآن الشعب السوداني وصل إلى هذه المرحلة، وصل إلى ثورة البركان، وصل إلى رفضه التام، وصل إلى إعلان رغبته الواضحة والجلية. الآن يعني أنا أؤكد على جزئية هامة جدا. الآن المكون الموضوع في زاوية جدا حرجة، والمكون الذي الآن هو في مأزق وورطة حقيقية هو المكون العسكري بكل رجالاته. يعني الآن أنا حقيقة لا أدري ما هي طبيعة هذه الورطة. طبيعة هذه الورطة الآن هم وضعوا نفسهم الآن في زاوية وفي ركن ضيق جدا. هم الآن دوليا ستبدأ المعاناة الآن على الصعيد الدولي، ستبدأ عزلة دولية. الولايات المتحدة علقت مساعدة ب 700 مليون دولار مبدئيا،
يعني اتحاد الافريقي يعني سيبدا الان في 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 اعلان مواقفه وستبدو اعتقد انها ستكون جليه وواضحه في مقبل الايام. الاتحاد الاوروبي يعني الوضع الان العالم الدولي لن يسمح بمثل ما هكذا يعني انقلابات جهاريه نهاريه في السودان، هذا شيء غير مقبول وغير مر. هم راهنوا على جزئيه معينه، هم راهنوا على جزئيه معينه ويبدو تماما انهم خسروا الملعب في هذه الجزئيه. يعني كانت هناك مراهنه على ان حمدوك ربما ببعض من الضغوطات ببعض من يعني الترجيات قد يرضخ وقد يعني يساير هذه الموجة، ولكن يبدو تماما أنهم لم يستطيعوا في هو هو هذا. وبعد إذنك على المستوى الدولي يبدو الآن هناك موجة للتعاطي مع هذا التغييرات الحاصلة في بعض الدول، مالي ميانمار يعني السودان، فكثير من الدول الآن تستوعب أو المجتمع الدولي يستوعب هذه الانقلابات ولكن بشكل آخر. سأعود لهذه النقطة المهمة جدا على المستوى الدولي، ولكن قبل ذلك معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد المفتي رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان. أستاذ أحمد، نعود إلى الشارع السوداني، هناك حديث عن انقسام داخل الشارع السوداني، وهناك أيضا حديث عن أن هناك أكثر من شارع، هناك شارع ضد الانقلاب، هناك شارع يساند هذه الخطوة التي قام بها البرهان. نعم أنا في تقدير الشارع منقسم، ولكن قبل ذلك فيما يتعلق بالتكييف ما حدث، توصيف ما حدث سواء كان انقلاب عسكري أو تصحيح مسار، في تقديري هذا الأمر لابد أنه يعني يخضع لمعايير موضوعية مش لتفكير عقائدي. المعايير الموضوعية في تقديري أولا كانت حوشان البيان بتاع البرهان لم يجمد ولم يلقي حقوق الإنسان، بنود حقوق الإنسان الموجودة في الوثيقة الدستورية، وبالنسبة لنا ده مهم جدا لأنه الانقلاب العسكري أي انقلاب عسكري من سماته تجميد الوثيقة حقوق الإنسان وبعدين حل الأحزاب السياسية، هو لم يقدم على هذه، ده مؤشر يوري أنه ده ما نهج الانقلابات العسكرية. الشيء الآخر الجهة المعنية دوليا وإقليميا بتصنيف ما يحدث سواء كان انقلاب او قطع حمايه هو الاتحاد الافريقي، وحتى الان الاتحاد الافريقي لم يكيف ما حدث بانه هو يعني انقلاب عسكري، وبالذات الدول الافريقيه مهمه جدا زي ولكن استاذ احمد التصريحات من مسؤولين امريكان وصفت ما وقع انقلابا وهذا لا مهم. معلش انا بتكلم عن الافريقي المحيط الافريقي، وبعدين بجي المحيط الدولي، المحيط الافريقي الدول المهمه لحد حتى مصر والجزائر ومصر، مصر نفته كانقلاب، وكذلك على المستوى القريب من السودان السعوديه وقطر وتركيا لم تصنف. المجتمع الدولي في تقديري كل مطالبه فيما يتعلق بهذا الموضوع تكلم عن موضوعين، الموضوع الاول هو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والموضوع الثاني هو عدم اعاقه المسار الديمقراطي، ده مهم جدا، يعني هدفنا عدم إعاقة المسار الديمقراطي. وفيما يتعلق بهذا الموضوع حدد البيان شهر يوليو 2023 لإجراء الانتخابات، ثم تكلم عن حكومة مدنية وليس حكومة عسكرية، والشاهد على ذلك أنه لم يعين وزراء بدل الوزراء تمت إقالته، إنما أشار إلى أن المدراء العموميين هم اللي يديروا الوزارات المختلفة إلى حين تشكيل الحكومة المدنية. عادة الانقلابات العسكرية بتعمل وزراء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، ولكن ده لم يعين وزراء وإنما كلف المدراء العموميين، والمدراء العموميين يعني هي العينة حكومة حمدوك، المدراء العموميين مش مدراء مدنيين جديدين، ولذلك هذه في تقديري كلها مؤشرات بتوري إنه تصحيح مسار. ثم إنه رئيس الوزراء السابق حمدوك هو الذي قال هنالك مشكلة عويصة جدا جدا، اختلافات عسكرية، اختلافات مدنية عسكرية، واختلافات مدنية مدنية، طرح هذا الموضوع ولم يستطيع أن يتوصل إلى حل بسبب الانشغالات، ولذلك المشكلة موجودة. يعني تفكير المشكلة أتى هذا لتصحيحها، ولو تم تصحيحها في تقديري خاصة أنه كان فقط 7 مواد من 80 مادة في الإعلان الدستوري، هتكون ده تصحيح للمسار الثورة حقيقة، تصحيح لمسار الثورة وتوسيع للقاعدة بحيث انها تستوعب كل الفرق. أستاذ أحمد بعد إذنك ضيفنا في الأستوديو أستاذ مازن يتفاعل مع ما ذكرته الآن، اعتبرته بأنه تصحيح مسار، تصحيح لخط الثورة وليس انقلابا. أستاذ مازن يعني حقيقة هو الآن يعني أي حديث
عن أن الذي يحدث الآن في السودان هو ليس انقلاب عسكري، هذا حديث حقيقة مضلل وغير واقعي. يعني بالرجوع إلى معطيات ما هو الانقلاب العسكري. الانقلاب العسكري هو يعني ما حدث. ما الذي حدث؟ ظهر علينا جنرالنا العسكري السيد البرهان، أعلن حالة الطوارئ العامة، تم اعتقال الحكومة المدنية بكل رجالاتها، تم إيقاف النشاط والحراك السياسي في 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 السودان. يعني 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 كل الصبغة لمعطيات الانقلابات العسكرية يعني لا دعنا نتجاوزها. يعني حقيقة هذا ليس الآن موضوع، نعتقد أنه للوقوف عنه كثيرا. يعني لكل مدرك ولكل متابع ولكل واعي بماهية الحراك السياسي وبماهية الانقلابات العسكرية التي تحدث، كل معطيات الانقلاب العسكري المتعارف والذي نعلمه الآن هي موجودة الآن فيما يحدث في السودان. الآن عندما يأتي البرهان ويتسيد المشهد ويتعلم ويتكلم مع الشعب السوداني ويتكلم مع العالم بهذه اللهجة الاستعلائية وبهذه اللهجة الوصائية، وكأنه هو الآن يعني الرجل الذي يراهن عليه الجميع والرجل الخالي من العيوب، مع العلم بأنه في مع العلم أنه نحن نتكلم عن حكومة هو كان جزء ومكون أساسي منها، لماذا هو يعني يغفل نفسه ويبعد نفسه ويتعامل بهذه الملائكية وكأنه لم يكن جزء من فقط تلك الفترة التي حدثت؟ نحن تحدثنا عن أن البرهان ومكونه العسكري فشل تماما في أبسط مسؤولياته فيما يتعلق بالفترة الانتقالية، فشل في حالة من الميوعة، حالة من السيولة الأمنية التي كانت حادثة في البلد. عندما نتكلم عن المكون العسكري، المكون العسكري بالذات نفسه هو كان فاشل، فلماذا الآن المكون العسكري يفترض نفسه أنه بإمكانه وبيده الآن أنه يخضع الجميع ويعمل على تصحيح أوضاع حقيقة هي أكبر من 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 إمكاناته وأكبر حتى من، فكان كان كان حري به الجلوس وكان حري أن تكون هناك طاولات من الحديث والمفاوضات وعدم فرض الأمور بالخضوع وبقوة طيب. السلاح هذا ما طيب. حدث حقيقة. أستاذ أحمد، إذا لماذا لم يذهب البرهان للحوار ولحوار واسع وشامل يشمل الكل المدني والعسكري عوض الذهاب لهذه الخطوة؟ والله ذهب للحوار، ولكن الحوار فشل ذريع والدولة بدت مهددة. ومع احترامي لوجهة نظر ضيفك الكريم، أنا ذكرت نقاط محددة 1 2 3 4 أداء اللي اعتمدت عليه لكن لم يرد عليها. لماذا الاتحاد الأفريقي لم يصنف إنه هذا انقلاب؟ الاتحاد الأفريقي هو المعني بهذا الموضوع. ثم ذكرت إنه البرهان كان رئيس مجلس السيادة وكان القائد العام، الآن هو القائد العام فقط وبهذه الصفة. يا سيدي يا سيدي يعني يا سيدي، البرهان أول ما فعله هو إبطال الوثيقة الدستورية، حتى نكون واقعين وحتى نكون عمليين. يعني عن أي عن أي معليش 7 مواد فقط، المواد المتعلقة بالحقوق والمواد المتعلقة بأي وجه حق بأي وجه حق أهم مواد في الوثيقة الدستورية أنت تبطلها؟ من أنت لتبطل الوثيقة الدستورية أساسا؟ معليش اسمعني تفضل. ما لقى المواد المتعلقة بالحقوق في حالات الطوارئ بحسب العهود الدولية في حالة الطوارئ أنت ممكن تلقي بعضك والإنسان، هو لم يلقي الوثيقة الدستورية نمرة 1، لم يجمد الأحزاب السياسية نمرة 2، المواد الجمدة 7 مواد الجمدة دي كلها اعتقال كام وتام وشامل لكل الحكومة المدنية ولكل الوزارات المتفق عليهم في السودان، ما الذي يمثله بالنسبة لك هذا؟ ما الذي يعني لك هذا هو؟ يعني ماذا؟ الوزارات كلها بقت بدير الآن المدراء العموميين العينوا الحمدوك. ومن هو البرهان؟ ومن هو البرهان ليفرض هذا؟ من هو البرهان في أساسه ليقول أن هذه الوزارات هي وزارات فاشلة؟ لا معلش نحن حتى نتكلم عن ما فعله، ألقى الوزارات وقال تجي حكومة مدنية، ده كلام كويس. ثاني، إدارة الوزارات لم يجيب يعني أشخاص ولم يعين أشخاص لإدارة الوزارات، وإنما قال المدراء العموميين يديروا الوزارات، وهنالك برلمان من لجان المقاومة برلمان. يا سيدي رئيس مجلس الوزراء معتقل الآن. أنا بتكلم لك عن نقاط معينة المجلس التشريعي، وأنا أتكلم عن نقاط معينة أنت لم تجبني عنها. أنا أتكلم عن نقاط معينة أنت لم تجبني عنها. الآن نحن بصدد نعم تفضل أستاذ أحمد تفضل. نعم بقول الوثيقة الدستورية تتكلم عن تشكيل مجلس تشريعي، سنتين لم يشكل المجلس التشريعي. هل يجوز إبطال هل يجوز إبطال؟ أكمل الجملة. تفضل استاذ احمد. لم يتم يعني لم يتم تشكيل مجلس تشريعي، ده معناه انه في تشاكس بين المدنيين والمدنيين.
هو اقترح انه بيان يكون من لجان المقاومه وبيان برلمان ثوري وقبل نهايه نوفمبر يعني بعد اقل من شهرين. طيب استاذ احمد فقط سؤال يعني في هذا الاطار، لماذا يعتقل ويحتجز البرهان رئيس الوزراء ومجموعه من الوزراء والمسؤولين دون وجه حق فقط؟ لماذا؟ لا، لانه الاجراءات هذه الاجراءات تصحيح المسار بتطلب هذا، وهو هذا اسمه انقلاب عسكري. معلش لو سمحت، هذا اسمه انقلاب عسكري عندما تعتقل الحكومه المدنيه بكل رجالاتها وبكل وزاراتها الشرعيه، وعندما تذهب للوثيقه الدستوريه وتنحي منها ما شئت من 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 من, من بنود هامه جدا بدون اي وجه حق. انت هنا الان تعمل على انقلاب عسكري واضح وصريح، حتى نكون واقعيين وحتى نكون عمليين. يعني تفضل استاذ احمد. معليش يعني بتوري انه انقلاب عسكري، انا ذكرت 1 2 3 4 5 6 7. ما نحن ذكرنا لك يا سيدي الفاضل الان العديد من النقاط انت تجاوزتها. نحن ذكرنا الان ارض 1 2 3 4 نقاط انت تتجاوزها الان. نحن نتحدث عن وثيقة دستورية تم إبطالها، نحن نتحدث عن حكومة مدنية بوزاراتها تم إلقاء القبض عليهم، نحن نتحدث عن عمل عسكري الآن يحدث في السودان. معليش، تمام، لا أنت لا أنا عندنا الصفة إنه نحدد انقلاب عسكري ولا ما نحدد. لا، باستطاعتنا أن نحدد يا سيدي. هو فقط يعني أستاذ أحمد أتفاعل، اسمح لي أتفاعل معك. بحدد هذا الموضوع يا أخوانا. يا أستاذ أحمد، أنت كسوداني. نعم. أستاذ أحمد أنت كسوداني. والأستاذ مازن كسوداني. يعني أنتما الطرفان اللذان يحددان ماذا يقع الآن في السودان. أنت تقول تصحيح مسار والأستاذ مازن يقول انقلاب. تفضل. معلش الاتحاد الأخير هو الذي يحدد. الاتحاد الافريقي هو الذي يا سيدي ما حق ظفرك مثل جلدك. نحن الان نتحدث عن واقع السوداني نحن نعيشه. هذه الاتحادات التي تتحدث عنها سواء كان اتحاد افريقي سواء كان اوروبي، هذه اراء دوليه قد تاتي وقد تتلاحق، ونحن لا نعلم هل هي تتجاوز في مصلحه الوطن او لا. استاذ مازن لا انا احترم الراي الدولي واحترم الراي الاقليمي بتاع الاتحاد الافريقي باعتباره دي جهات ويجب ان نحترم ايضا الراي السوداني. يجب ايضا ان نحترم الراي السوداني والمصلحه السودانيه في المقام الاول. هذه مشكله سودانيه محليه، هذا هذا وضع الان يعاني منه السودان في المقام الاول، ثم تاتي بعد ذلك. استاذ احمد استاذ مازن يعني أو طيب أستاذ أحمد مهم جدا هذه النقطة. دعني أتوقف هنا لأن المساحة المخصصة هذه التغطية انتهت وتجاوزناها. حتى يعني مسألة توصيف ما يقع الآن في السودان مهمة جدا على المستوى الدولي. هناك تصريحات دولية أشرت إليها من مسؤولين أمريكان خاصة تصف ما وقع بانقلاب. ننتظر موقف الاتحاد الأفريقي كما أشرت إلى ذلك أستاذ أحمد المفتي رئيس مركز الخطوم الدولي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا لك أستاذ أحمد. شكرا لك أيضا أستاذ مازن الحميدي المحلل السياسي. شكرا للزملاء في الإعداد والتنفيذ لهذه المساحة لتغطية الأحداث في السودان. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. حتى نلتقيكم في أمان الله.